السلام عليكم، أنا محمد غنايم. عندما تنظر لنفسك في المرآة ماذا ترى؟ شخصا كسولا، محبطا، مخيبا للآمال، غير وسيم، كاذب؟ هذه الحياة يا صديقي مليئة بالأمور التي ضدنا، فلا تكن أنت أيضا ضد نفسك. لذا لا تخاطب نفسك بكلمات سلبية إطلاقا. تخيل معي، في صباح أحد الأيام وجدت نفسك في سرير المشفى وأجهزة الإنعاش تحيط بك، فسألت من حولك بخوف ماذا جرى، وإذا بصوت أمك يتغلغله البكاء تقول: خرجت من حادث سير ولن تستطيع تحريك أطرافك مجددا. لا يمكن ذلك يا أمي، أنا كنت أسير وأركض، هي فقط ثواني غفلت بها. وعندما أدركت واقعك الحالي شعرت أن الزمن توقف بك ولم يعد للحياة معنى لديك، وكرهت نفسك وما حدث لك، ثم تمنيت لو يعود بك الزمان لعدلت. وعندها استيقظت من كابوسك، كان حلما مخيفا. الحمد لله، الحياة جميلة، أنا بخير، أنا بصحة جيدة، هذا ما سيكون في بالك، ستخاطب نفسك بكلمات إيجابية. ونفس الأمر ينطبق على واقعك الحالي، فواقعك هو بعد استيقاظك من النوم. نعم، لأنه من المؤكد يوجد أشخاص واقعهم هو كابوسك، ولا يملكون نصف ما لديك من النعم التي أنعم الله بها عليك. فأحب نفسك ولا تتجهمها واحمد الله. أنا مذهل، أنا رائع، أنا مختلف عن الآخرين، قلها لنفسك. لا بأس يا صديقي إن كانت حياتك مبعثرة الآن، لا بأس في النوم عند شروق الشمس، لا بأس في قتل الوقت بأمور لا تستحق، لا بأس بتقصيرك العام ما دمت ستتغير. أنت في داخلك إنسان أفضل بكثير مما أنت عليه، وأنت تعلم ذلك. فلماذا إذن كلما خاطبت نفسك خاطبتها بسلبية، وإذا نظرت لحالك نظرت بنظرة لا تليق بتوقعاتك لنفسك؟ يقول الرسول صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم: يمسك المرء من لسانه، دليل على قوة الكلمة وتأثيرها علينا، فما بالك بكلماتك لنفسك؟ أنا لست فاشلا، أنا في طريق للنجاح، أنا قد يكسوني الغبار ولكنني لا أصدى لأني من الذهب. كلماتك لنفسك ما ستصبح عليه، ثق بي. في علم النفس يقال أن 50% من ثقة الشخص تكون من كلماته لنفسه، فصاحب نفسك وحفزها، فمن هنا يبدأ التغيير. يقول الله سبحانه وتعالى بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. فبدلا من أن تقول لا يمكنني فعل ذلك لأنه صعب، قل سأحاول حتى أستطيع. بدل أن تقول أنا غبي، قل أنا ذكي وأحتاج إلى التركيز قليلا. بدل أن تقول أنا فاشل، قل أنا ناجح يلزمني المحاولة مجددا، إلى آخره. هكذا تصل إلى مصاحبة الأنا، تصل للنجاح. فصاحب نفسك ودمتم في أمان الله.